وللمزيد معي مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في شركة أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. دعني أبدأ من الباوند. الباوند التراجعات في أغسطس هي سوف تكون الأكبر، التراجعات الشهرية أمام الدولار سوف تكون الأكبر منذ 6 أشهر تقريبا. السؤال هنا رائد، هل هنا نتحدث عن ضعف الباوند أم قوة الدولار هي التي تحدد المسار، وأين ترى الاتجاهات في المرحلة المقبلة؟ طبعا لارا، نحن إذا بدنا نتحدث عن المسار خلال 6 شهور الماضية فكانت هو في معظمها قوة من الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه، لأنه نحن عم نقارن ايضا مع عملات اخرى اساسيه، عم نشوف انه الضغط كان مستمر سواء كان على اليورو او على الباوند او على حتى العملات الاضافيه، ربما بعض العملات التي واجهت بعض الارتفاعات مثل الاسترالي وغيرها من بعض العملات الاسيويه كان في ارتفاعات امام الدولار، ولكن قوه الدولار الامريكي في الاونه الاخيره كانت هي السبب الرئيسي بضغط المسار الهابط هذا على زوج جي بي بي يو اس دي. اجمالا نحن بدنا نتحدث على انه بريطانيا كذلك الامر فيما يتعلق بالتوقعات من السياسه النقديه ربما باستمرار او بقاء اسعار الفائده مرتفعه وربما حتى اضافه رفعات اضافيه من المركز البريطاني لمجابهة التضخم الذي يبدو أنه كوضع هو أسوأ بكثير بالمقارنة مع وضع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا تزال مستويات التضخم مرتفعة بشكل كبير جدا داخل الاقتصاد البريطاني، إضافة إلى بعض العوامل الأخرى في قطاعات أخرى مثل الطيران اللي احنا عم نشهده حاليا بالاقتصاد. أعتقد حتى إذا بدنا ننظر إلى أداء الشركات أو قطاع الأعمال في المملكة المتحدة كان أيضا تراجع وضعيف، بالتالي على يعني أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر. فيما يتعلق بدائرة التشديد النقدي في المملكة المتحدة ممكن أن يكون الموضوع مستمر لفترة أطول بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لا يعني أبدا توقف السيناريو الهابط وإنما يعني أو انقلاب السيناريو الهابط على الزوج دولار أمريكي أو باوند دولار أمريكي، ولكن ممكن أنه يسمح باستقرار نوعا مع مستويات 1.28 إلى 1.29 للزوج في الفترة القادمة، خصوصا مع تغيرات كبيرة ممكن نشهدها فيما يتعلق بمشهد الدولار الأمريكي مع قرارات مهمة منتظرة من الفدرال الأمريكي في سبتمبر أو في خلال تعاملات هذا العام. رائد، بنك اوف امريكا عم يعتبر انه قوة الدولار الأخيرة هي مدفوعة بشكل أساسي كون الدولار ملاذ آمن ووضع الاقتصاد الصيني، وبالتالي استمرار هذه المكاسب مرتبط بالاقتصاد الصيني أكثر من السياسات النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي. هل تتفق مع هذا الرأي؟ أنا أعتقد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن هذه جملة مهمة جدا كانت خلال العام الماضي والعام الذي سبقه، حتى عم نشوف حتى وضوح كبير بهذا الاتجاه، ولكن أعتقد قوة الدولار الأمريكي نحن عم نشهدها من وراء رسائل واضحة من صناع السياسة النقدية بالتمسك بعملية تجديد السياسة النقدية وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على الرغم من توقعات السوق بعكس ذلك، إلا أنه تعود تأكيدات إضافية من صناع السياسة النقدية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وإمكانية رفعها بشكل أكبر لأن التضخم هو الأزمة. ممكن يكون الطلب الصيني على الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات في الآونة الأخيرة كانت عامل مهم في هذا النطاق، ولكن نحن إذا بدنا نقول الطلب على الدولار الأمريكي لازم يكون في عنا انهيار واضح أو ضعف شديد في أسواق الأسهم، نحن ما عم نشوفه بحقيقة بقطاع أسواق الأسهم الأمريكية. لا يزال الداو جونز والـ UT 100 يحظون بأداء إيجابي خلال التعاملات هذا العام، ومن هنا تأتي المعادلة أنه تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع أسعار الفائدة لا ينعكس حقيقة بشكل كبير جدا بوضع سيء على أسواق الأسهم في الفترة الحالية، بالتالي أعتقد قوة الدولار الأمريكي هي مصدرها الرئيسي نحن عم نشوفه هي توعدات بمكافحة التضخم أولا قبل أي شيء آخر، وراحة الاقتصاد الأمريكي من ناحية البيانات الاقتصادي الجزئي حتى الآن أنه ليست بالأداء السلبي أو السيء بشكل كبير جدا، وأيضا ابتعاد شبح الركود بشكل كبير الذي كان متوعد أن يكون خلال الربع الأخير من هذا العام أعتقد بعيد نسبيا على الاقتصاد الأمريكي الذي
ينتظر الجي دي بي نمبرز هذا الأسبوع، والتي يعني فعليا تشير إلى استمرارية الارتفاع النمو. وعندنا عدة أرقام مهمة من ضمنها أيضا النون فارم بيرولز لهذا الأسبوع. بالتالي أنت برأيك موضوع رفع الفائدة ما يزال على الطاولة في الولايات المتحدة هذا العام، ممكن أن نرى رفع؟ وإذا بقيت أسعار الفائدة مرتفعة إلى متى رائد؟ أنا أعتقد موضوع الستيكي انفليشن أو صعوبة تجاوب التضخم مع أسعار الفائدة المرتفعة أو مع إجراءات البنوك المركزية، هذا أمر عالمي حاليا، وأعتقد تركيز البنوك المركزية على مجابهة التضخم سيكون أكبر من المتوقع حتى الآن. يعني كل سيل بيانات التضخم الذي يصدر يشير إلى أن التضخم وضعه ليس بشكل جيد، وربما نشهد بعض الارتفاعات، بالتالي أعتقد ذلك قد يتطلب ارتفاع أسعار الفائدة ربما إلى 5.75 كنطاق بالنسبة للفيدرال الأمريكي، اللي في محاولة واضحة لإجبار التضخم أو مستويات أسعار المستهلكين على الانخفاض بشكل سريع خلال تعاملات هذا العام، وعدم الانتظار حتى مطلع العام القادم حتى يكون في عنا اقتراب من مستويات المستهدفة عند 2%. نحن عم نشهد أعتقد معركة واضحة بالنسبة للفيدرال الأمريكي أن التضخم يبدأ بالانخفاض إلى المستهدفات، على الرغم من الآثار السلبية اللي ممكن تأتي على النمو الاقتصادي. وأصرح جيروم باول أكثر من مرة أنه من المتوقع أن يكون في هناك ضغط على معدلات النمو، ولكن الأهم هو مستويات التضخم اللي ممكن يعني استقرارها عند مستويات مرتفعة أن يؤثر على آلية الاقتصاد بشكل كبير جدا. بالتالي من المتوقع بشكل كبير جدا إذا لم يكن في سبتمبر ممكن يكون الموعد في نوفمبر عملية رفع أسعار الفائدة. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب.